الحكمة تبني الأوتار وتزيد عطاء الإنسان، فنردد تاريخا يحكى وسيرة ربي أعطانا، وسيرة ربي أعطانا. الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان، فنردد تاريخا يحكى والسيرة ربي أعطانا، فمحمد قد كان رسولا أعطاه الله التبيانا، نبحر بمواقف قد كانت مع صحبه آل الرضوانا، مع صحبه آل الرضوانا. في كل صحابي قصة تبني بقيمها بنيانا، نتعلم منهم ونعلم وبهم نرقى أعلى شانا، وبهم نرقى أعلى شانا. وتزيد عطاء الإنسان يحكى أعطانا، فثلاثة فتيان بدأوا في نهج الآل بإحسانا، يروون مواقفهم حتى يهدون الدنيا ألوانا، يهدون الدنيا ألوانا. اليوم يوم هزيمتك النكراء يا نبيل. يبدو أنك تحلم. سنرى. هل تلك الطاولة مناسبة؟ أجل، أراها مناسبة. بدأت بشارات النصر. لا تتعجل، ما زالت اللعبة في بدايتها. ألن يأتي يا سليم ليلعب معنا؟ لقد كلمته هاتفياً ولم يرد علي. سأتصل به الآن. ألو؟ مرحباً سليم. أهلاً، أهلاً مهند. نحن نلعب البلياردو، هل تريد أن تأتي إلينا؟ مهند، أنا منشغل، أعتذر إليكما. حسناً سليم، كما تريد، كن بخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا تعال لتتابع هزيمتك. تقصد هزيمتك أنت. هذه المرة ساعدك الحظ. في كل مرة تقول ذلك. مهلا، أليس هذا سليم هناك؟ الحمد لله على كل حال. لا تقلق، سنساعدك يا أستاذ. لست أستاذا مهند، هذا أنت؟ أهلا سليم، ماذا تفعل هنا؟ كيف حالك يا سليم؟ أهلا نبيل، أهلا بكما، افتقدناك في لعبتنا اليوم. شكرا لكما على المساعدة، بصراحة كنت منشغلا اليوم كما ترون. جزاك الله خيرا، لكن لو أجلت هذا التسوق. لا يا مهند، أمرني أبي بالتسوق اليوم فجئت فورا إلى هنا. رضي الله عنك، بر الوالدين أولى بالتأكيد. مهند، ها هو الجهاز يضيء من جديد. يا إلهي، من الصعب الذهاب للمغامرة في هذا الازدحام. السلام عليكم ورحمة الله يا أصدقاء. أهلاً، أهلاً. لن أطيل عليكم اليوم، سنبدأ رحلتنا فوراً، هيا بنا. قصتنا اليوم عن فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أصغر بنت من بنات النبي سناً، ولدتها أمنا خديجة رضي الله عنها في مكة قبل 5 سنوات من بعثة النبي. وكان لفاطمة مكانة عظيمة في قلب أبيها لم يصل إليها أحد من الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلن ويفاخر بحبه لها، وقد عاشت في جوار أبيها حتى توفاه الله، وكانت تشبه أباها جدا، حتى إنه يروى عن عائشة أم المؤمنين
أنها قالت: ما رأيت أحدا يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كابنته فاطمة. كان النبي إذا جاء من سفره دخل إلى المسجد وصلى فيه ركعتين، ثم يذهب إلى فاطمة يزورها ويتحدث إليها قبل أن يذهب إلى بيته. عاشت مع الرسول بعد موت والدتها، ترعى أموره وتعتني به، وكانت قريبة منه أشد القرب في معظم الأوقات، فقد كانت شديدة التعلق والاهتمام به حتى بعد زواجها، كما كانت تحدثه بما يسلي خاطره ويدخل الفرحة إلى قلبه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا، لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب قال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، أي أخبرها بسر، فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سارها الثانية، فإذا هي تضحك، فقلت لها: أنا من بين نسائه، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني، قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية، قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ عاشت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وفي تلك الفترة زهدت في الدنيا ولم تعد تتشوق للقاء الناس، لم يبقى لها أحد من أهلها وإخوتها، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملأ عليها حياتها ويعطيها معنى لوجودها، وبقيت هكذا حتى توفاها الله زاهدة طاهرة نقية رضي الله عنها وأرضاها. عاشت حياتها في خدمة أبيها وبره، وترجمت حبها للنبي وحبها للوالد إلى فعل واهتمام وبر وطاعة. حمدا لله على السلامة يا رفاق. حمدا لله، رضي الله عن صحابة نبيه الكرام وأرضاهم وجزاهم عنا خير الجزاء. صديقي سليم، كم هو رائع أن تضحي بمتعتك في سبيل بر أبويك. شكرا يا صديقي، هذا واجبي على كل حال. صحيح، يجب أن تترجم المحبة إلى بر وإحسان. هاتي هذا الكيس. لا داعي، لا داعي يا نبيل. هاتي هذا الكيس، هيا فلنمضي. أجل سليم، حدثنا، ماذا ستأكل اليوم في الغداء؟ طعاما شهيا. يا أحبابي تعالوا نرشف من سيرة فاطمة الزهراء، بنت رسول الله وزوج علي، من للباطل قهرا. يا أحبابي تعالوا نرشف من سيرة فاطمة الزهراء، بنت رسول الله وزوج علي، من للباطل قهرا. ريحانة قلب المختار وأعظم ذريته قدرا، كانت أشبههم بأبيها، زهر أنبت منه الزهراء. كانت في الدنيا سيدة، وردا فاح نسيما عطرا، وهي كما بشرها طه سيدة أيضا في الأخرى. يا أحبابي تعالوا نرشف
من سيرة فاطمة الزهراء بنت رسول الله وزوج علي من للباطل قهرا هي من صبر على البلواء وذاق لأجل الدين المر صاحبت أحمد في دعوته عمرا حتى لقي النصر لما اقترب ورود الأجل أسر المختار لها سرا يا فاطم إني لله سأرحل فخذي مني البشرى يا أحبابي تعالوا نرشف من سيرة فاطمة الزهراء بنت رسول الله وزوج علي من للباطل قهرا دمعت عيناها من حزن مثل غمام يبكي قمرا ثم دنت منه فأخبرها باللقيا فابتسمت بشرى هذه بنت رسول الله وخير نساء الجنة طرا هذه بنت رسول الله وخير نساء الجنة طرا هذه بنت رسول الله وخير نساء الجنة طرا الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان فنردد تاريخا يحكى والسيرة ربي أعطانا فمحمد قد كان رسولا أعطاه الله التبيانا نبحر بمواقف قد كانت مع صحبه آل الرضوانا مع صحبه آل الرضوانا في كل صحابي قصة تبني بقيمها بنيانا نتعلم منهم ونعلم وبهم نرقى أعلى شانا وبهم نرقى أعلى شانا وتزيد عطاء الإنسان يحكى أعطانا فثلاثة فتيان بدأوا في نهج الآل بإحسانا يروون مواقفهم حتى يهدون الدنيا ألوانا يهدون الدنيا ألوانا